ما هذا؟ إنها دائرة الثقة لإتمام الطقوس. عليك التخلي عن أصدقائك الآخرين وإعلان ولائك التام لي. ماذا تعني؟ عليك التضحية بداروين. ما عاد داروين صديقي العزيز ولا صديق لي سوى أوتشو؟ أوتش. صدقني هذا أفضل مما اقترح علي فعله بهذه، وهذا هو العائق الأخير الذي علي اجتيازه لأكسب صداقته. تعرف أنك ستبقى عزيزي وستكون أنت صديقي الحبيب. وإن فرقت بيننا المسافات يوما ما مع بعضنا البعض سنكون. حسناً، متى ستقابل ماريو؟ سيأخذني أنا وأوتشو لنلعب الجولف. إنها لعبة مملة لألعبها مع ماريو، ولكن ياهو هيا بنا. برينغ برينغ بو بو وينز. التقاصص. برينغ برينغ. ماذا فعلت؟ وح ياهو. مرحبا يا صاح. اهلا دود، هذا هو خالي. مرحبا، هذا انا ماريو. لابد انك محبط جدا لانه لم يكن ماريو الحقيقي. هذا منطقي، يعني ان اي رجل يحب سيارات الكارتينج ونجوم الاميرات. انني مستاء اكثر بسبب رؤيتي لظهره كلما انحنى. اذ بدت كحبتي مشمش ارجوانية عملاقة محشورة داخل بنطال. وما العمل؟ لن أكون مع صبي يقفل أبواه باب غرفتهما عليهما ليشعرا بالأمان. وكيف ستعامل شخصا بهذه الخطورة؟ سأرميه من حافة جرف. تعني ذلك مجازا صحيح؟ نعم. طبعا. كيف ستخبره بالأمر؟ من خلال رسالة بليغة قصيرة بكلمات رقيقة. إن روعتك تبلغ السماء، لكن هذا فعلا هراء. صداقتك كابوس مخيف، سأضع حدا للوضع السخيف. لا لن أقول الوداع، فهذا يسبب لي الصداع. إن أصبت بإنفلونزا الطيور سأتخلص منك خارج السور. إن وضعت في الحجر العام أو حبست لتصبح تمام، ربما حينها لن أخاف. مرعوب دوما كالخراف، مرعوب كالخراف. لا لن أقول الوداع، وإلا تشوه وجهي وضاع. ليتني أستحوذ على بيتك، لكنت انتقلت إلى منزل جدك. قد أتهمك بسرقة سيارة، أو أوظفك في منجم كعامل، أو أشحنك بعيدا بعبارة، أو أجعلك كسيخ شاورما كامل، شاورما كامل. قد أجعل أهلك ينسونك في الطريق، أو يبيعانك لسلك في البلطيق. قد أحبسك في مدينة ملاهي، أو أجعلك رهينة لأمير المقاهي. لا لن أقول وداعا، لكن علي أن أكون شجاعا، وأصدقاء لن نكون. أنتظر الأمل كالمسجون. لقد فهمت، متعب للأعصاب صحيح؟ إن كان علي تقييم توتر من 1 إلى 10 سيكون الرقم. أنا آسف، ما كان علي اختبارك هكذا. أنا لدي مشاكل في الثقة، وأسأل إن كان الناس يريدون مصادقتي لذاتي أم تعلم لمجرد أن خالي مشهور. ماذا؟ ماريو؟ لا، بل الآخر، القنفذ الأزرق الذي يجري بسرعة. لكن لا بأس، بعدما مررنا به معا صرت أثق أكثر بالناس، فشكرا على ذلك. انتظر. لا يستحق الأمر. أنت محق. Thank you.